معكم حسن بوشخي مصمم أزياء. كان شارك قد الدورة هذه الدورة الثانية ديال ملكة جمال الفراولة، وعضو في لجنة التحكيم، وأنا سعيد بهذه المشاركة هذه. الحمد لله كان كاستينج أو اختبار ناجح، وشفنا من خلاله مشاركات، وشكرا للأستاذ أمونة مروان على هذه الدعوة، وكنتمنى المهرجان إن شاء الله الاستمرارية والنجاح.